وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه الموجة الحارة مستمرة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لحضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. أهلا بيك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس في طبعا القاهرة وكمان محافظات الجنوب، أسوان والأقصر اللي شهدت امبارح يمكن، أو أسوان وحلايب وشلاتين اللي شهدت امبارح يمكن عدم استقرار في الأحوال الجوية. طبعا بالتأكيد خلينا نتكلم بداية عن اليوم بشكل منفصل، لأن اليوم زي ما حضرتك ذكرتي استمرار للموجة الشديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بشكل كبير، بل يمكن اليوم تحديدا درجات الحرارة هتكون أعلى من الأمس بمعدل درجة تقريبا، وبالتالي بنتوقع أن العظمى اليوم على القاهرة تصل إلى 39 درجة مئوية بيتم قياسها خلال فترات الظهيرة في الظل، بترتفع كلما اتجهنا ناحية محافظات الجنوب علشان تكون أعلى درجة حرارة اليوم على جنوب الصعيد ما بين ال 44 ل 45 درجة مئوية. طبعا ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير واستمرار ارتفاعها هيخلينا نحس بدرجات الحرارة على القاهرة أكثر من 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، يعني طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار ورطب، وخلال ساعات الليل طقس مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. يمكن خلال فترات الليل نبدأ نشعر ببعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي هتخلينا نحس شوية بتلطيف الأجواء نسبيا، خاصة في المناطق المكشوفة أو المناطق المفتوحة من بعض محافظات القاهرة الكبرى أو بعض مناطق من السواحل الشمالية. لكن بداية من بكرة إن شاء الله متوقع بداية تغير شوية في مصادر الكتل الهوائية، نقدر نقول انه من غد الجمعة ان شاء الله متوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين لثلاث درجات. لازلنا طبعا زي كل مرة بنقول انخفاض طفيف، من الحقيقة هو مش انخفاض كبير، يعني انخفاض بمعدل ثلاث درجات تقريبا. والله بيفرق يا دكتور. أفندم؟ بيفرقوا برضو في احساسنا بالجو، بيكون برضو بتفرق لما بتكون 37 عن 39 او 40 يعني. أكيد يعني عايز أقول لحضرتك إنه من بكرة هتبدأ القاهرة تسجل من 35 ل 36، بالتأكيد هي تختلف عن ال 37 أو ال 39 اللي بنسجلها على مدار الموجة الحالية، لكن بيظل معها الطقس شديد الحرارة، لأن 35 و 36 مع نسب رطوبة مرتفعة بنشعر بيها وكأنها 37 أو 38، لكن بالتأكيد بتختلف عن إحساسنا بال 40 درجة اللي بنشعرها الفترة الحالية، لكن بنأكد انه هيظل معها الطقس شديد الحرارة على اغلب مناطق الجمهورية. كمان هنلاقي من بكرة الجمعة ان شاء الله انخفاض نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية على فترات متفرقة من اليوم، برضه هيلطف شوية الاجواء، هيساعد اكثر على احساسنا باعتدال درجات الحرارة نسبيا او انخفاضها نسبيا. هل الرياح دي يا دكتور محملة بالرمال والاتربة ولا لا لطيفة؟ ان شاء الله على شمال الجمهورية مش هتكون محملة بالرمال والأتربة، هي فقط رياح شمالية، هتكون الرياح الشمالية دي تؤدي نسبيا إلى تلطيف الأجواء بشكل أكتر، خاصة على المناطق المكشوفة أو المفتوحة في أغلب محافظات الجمهورية، وبالتالي هنشعر معها بتحسن نسبي في الأحوال الجوية. كمان بكرة مستمر معانا فرص تكون الشبورة المائية على شمال الجمهورية زي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء. لكن تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع من بكرة هنبدأ نلاقي اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، سرعات الرياح هتبدأ تتراوح ما بين ال 40 ل 60 كيلو متر على الساعة، وده بالفعل بدوره هيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط المصرية ما بين الاثنين الى 3.5 المتر، يعني وارد بكره بالذات من بكره نبدا نلاقي بعض الشواطئ بدات ترفع الرايات الداله على عدم نزول البحر حتى على اعماق معينه او عدم نزول بعض الشواطئ. علشان كده بناكد على الساده المصيفين والمصطفين على شواطئ البحر المتوسط حذر من نزول الشواطئ اليومين الجايين. بالظبط، اتباع التعليمات في حاله غلق الشواطئ او تحديد اعماق معينه داخل البحر. العنصر المهم لحضرتك هو ارتفاع الامواج هيوصل لكام يا فندم؟
يعني هو ارتفاع الامواج خلينا نقول انه مستمر معانا من الجمعه الى الحد، بعض المناطق من 2 الى 3.5 المتر، ممكن نلاقي مش كل الشواطئ تم اغلاقها او مش كل الشواطئ اتحط عليها العلامات التحذيريه، لكن خلينا نقول انها بوجه عام هتتراوح ما بين 2 الى 3.5 المتر، وبالتالي 3.5 المتر بيجعل الشواطئ بالتاكيد غير مؤهله للعديد من الاعمال والانشطه البحريه. طب ارتفاع الامواج في البحر الاحمر؟ البحر الاحمر ارتفاعات الامواج فيه معتدله تماما، بتسمح بكافه الاعمال والانشطه البحريه سواء بالنسبه للمراكب او السفن او بالنسبه حتى للمصيفين والمستطيلين على الشواطئ، هي فقط مع الشواطئ الشماليه بسبب اختلاف الكتل الهوائيه شويه عن اللي بنشهدها حاليا، ده بيؤدي بالفعل الى بعض النشاط الرياح هناك اللي بيصل الى 60 كيلومتر على الساعه. لو انتقلنا جنوبا طبعا الى اسوان وبسنبل زي ما حضرتك سالت في البدايه، الاجواء هناك مع الامطار يمكن احنا من بدايه الاسبوع الحالي في نشراتنا كنا نوهنا انه من الثلاث هيكون في فرص الامطار على اقصى جنوب مصر، وبالفعل من يوم الثلاث زي ما كان متوقع بدات فرص الامطار تكون على اقصى جنوب مصر عند مناطق من جنوب اسوان ابو سمبل حلايب وشلاتين، كلها طبعا كانت فرص امطار من خفيفه الى متوسطه احيانا لكنها كانت رعديه، دايما اكدنا ان السحب الرعديه هناك بيسبقها وجود هواء هابط بشكل كبير من اسفل هذه السحب بيؤدي الى اثاره قويه للرمال والاتربه على محافظات الجنوب، وبالفعل ده حصل هناك وادى الى اثاره قويه للرمال والاتربه انخفضت معاها الرؤيه الافقيه. مستمر معانا هذه الحاله الممطره مع الرياح المؤديه الى اثاره الرمال والاتربه على مناطق من اسوان وابو سمبل وحلايب وشلاتين، مستمره معانا يمكن حتى منتصف الاسبوع القادم. فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان مصحوبة بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، فطبعا أهم نصيحة بنوجهها لأهلنا في محافظات الجنوب أو أقصى الجنوب توخي الحذر التام أثناء فصاقة الأمطار الرعدية. هي مستمرة لحد بكرة كمان يا دكتور؟ هي مستمرة معنا يمكن اليوم الاثنين اللي جاي، يعني فرص الأمطار دي اللي من خفيفة المتوسطة والعادية مستمرة على المحافظات أو المناطق الحدودية الجنوبية، مستمرة ليوم الاثنين القادم. دي طبعا دايما بنقول هي نتيجة وجود الأمطار الموسمية الغزيرة اللي حاليا بتحصل على السودان. يمكن كلنا طالعنا في وسائل الأخبار كمية الأمطار والفيضانات والسيول اللي حصلت على السودان. احنا عندنا في جنوب مصر بيكون امتداد او بقايا هذه السحب بتمتد شمالا لحد ما تدخل الى الحدود الجنوبية المصرية. بنأكد على اهلنا في اقصى جنوب مصر بتوخي الحذر التام، اتباع كافة التعليمات طبعا. تجنب الوقوف تحت الاشجار اثناء تساقط الامطار الرعدية او اسفل لوحات الاعلانات المعدنية، لان زي ما قلنا نشاط الرياح بيكون قوي قبل تساقط الامطار مباشره طبعا. نتيجه الهواء الهابط. تجنب السفر على الطرق اثناء تساقط الامطار او اثاره الرمال والاتربه لانها بالفعل بتؤدي لانخفاض مستويات الرؤيه الافقيه، بالاضافه للنصائح الاساسيه اللي بنوجهها للمواطنين بخصوص ارتفاع درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، من تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، واخيرا نصيحه مهمه لاهلنا او المصيفين على شواطئ البحر المتوسط بتوخي الحذر التام واتباع التعليمات. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 39 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 39 26، اسكندريه 33 25، العلمين الجديده 32 24، مطروح 31 25، دمياط 31 26، بورسعيد 35 26، اسماعيليه 47 27، السويس 39 27، العريش 35 25، كاترين 34 19، طابا 39 28، حلايب 37 29، شلاتين 43 31، شرم الشيخ 41 31، الغردقة 41 32، الفيوم 40 27، بني سويف 41 27، الوادي الجديد 44 28، أسيوط 42 26،
سوهاج 43-27، قنا 43-29، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان 45-30. من الأخبار الجيدة إن من بكرة إن شاء الله هنلاقي في انخفاض ملحوظ يمكن من درجتين لثلاث درجات على جميع أنحاء الجمهورية، فيعني يمكن هيكون في انكسار للموجة الحارة، لكن بنتمنى السلامة لأهالينا في أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، لأن في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هناك.